الرحمن الرحيم. قبل ما نبدأ استأذنكم ان احنا هنقعد بس دقيقة احداد على شهدائنا اللي توفوا النهارده. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. انفاذا للتكليف الصادر من الحكومة باتخاذ الاجراءات اللازمة لفض اعتصامي ربعة العدوية والنهضة، فقد قامت الوزارة بوضع الخطة وإعداد الاحتياجات اللازمة للتنفيذ من عناصر بشرية مدربة ومركبات مناسبة وقوات متخصصة في التعامل مع تلك المواقف. وعقد عدة لقاءات لدقة تنفيذ الخطة بأقل قدر من الخسائر حفاظا على أرواح الكافة. وكانت التعليمات واضحة بعدم استخدام أي أسلحة في عمليات الفض، وأن يقتصر الفض فقط على استخدام قنابل الغاز بعد توجيه إنذارات عبر مكبرات الصوت لمناشدة الجميع بالانصراف عبر الممرات التي تم تحديدها. وفي إطار حرصنا على سلامة المواطنين تحملنا الكثير من الإسقاطات التي اتهمنا فيها طارة بالتخاذل وطارة بارتعاش القرار، ولم نقصد من إطالة المدة إلا أن نتيح الفرصة كاملة للحلول السياسية حتى نتجنب إراقة نقطة دم واحدة من أبناء هذا الوطن. فجميعنا مصريون، وأن اختلافنا السياسي لا يجب أن يكون أبدا مبررا للصدام الذي تزهق فيه الأرواح من أبناء هذا الشعب الذي نعتز به بكل طوائفه، ونعمل على خدمة كل أبنائه بلا كلل أو ملل، ونضحي من أجل أمنه واستقراره بأعز ما نملك، ونجود بأنفسنا كي ينعم أبناؤه بالأمان والسكينة. ولكن حين استشعرنا ذلك التعنت الواضح واستمرار التحريض وانتهاك أساليب الترويع وتعطيل مصالح المواطنين وتعذيبهم بل وقتلهم وإلقائهم خارج تلك الاعتصامات بما يهدد أمن البلاد، كان لابد من اتخاذ القرار الذي يجنب البلاد شر ما كنا قادمين عليه من فتنة لا يعلم مداها إلا الله. وتم تحديد موعد لبدء الخطة، وذلك بعد أن أخذنا موافقة مجلس الدفاع الوطني على البدء في تنفيذه، حيث تحدد صباح اليوم للبدء في التنفيذ. وعند انتقال القوات إلى المواقع فوجئت بقيام أعداد من المعتصمين باتخاذ تحصينات أعتقد أن الجميع قد شاهدها على شاشات التلفزيون، وكما اتخذ مواقع وبدأ في إطلاق الأعيرة النارية والكرتوش بكثافة تجاه القوات التي أصرت على تحمل أقصى درجات ضبط النفس. وقد نجحت القوات التي تعاملت مع الموقف بأعلى قدر من المهنية والاحترافية في فض اعتصام النهضة دون خسائر وإحكام السيطرة على المنطقة تماما، وضبط عدد كبير من مثيري الشغب وحائزي الأسلحة النارية التي بلغت عدد 10 بنادق آلية، عدد 29 بندقية خرطوش، عدد 9622 طلقة حية، عدد 6 قنابل يدوية، عدد 5 كباس خرطوش، عدد 55 زجاجة مليتوف، وكميات من الصدير الواقية والأجهزة اللاسلكية، وكميات كبيرة من الأسلحة البيضاء وأدوات الشغل. وفي ميدان رابعة تحصن عدد من المعتصمين من العناصر الإخوانية ومن يتعاطف معهم ببعض المباني المرتفعة، وأطلقوا النيران بكثافة عالية
من أسلحة ثقيلة آلية وكرتوش على القوات التي كانت حريصة على عدم إزهاق أرواح المعتصمين، وأصدرت توجيهاتي بالصبر وإطالة فترة الحصار مع تضييق الطوق الأمني وتعامل رجال العمليات الخاصة البواسل مع مصادر إطلاق النيران، وتمكنوا من اقتحام المباني التي يتحصن بها تلك العناصر، حيث تمكننا من ضبطهم وبحوزتهم كميات من الأسلحة، وأحكمنا السيطرة على الميدان، وقمنا بمناشدة المتواجدين بالخروج الآمن، وبالفعل تم تأمينهم وخروجهم، وتم ضبط سيارتي البث الإذاعي الذين كانوا متواجدين الخاصين بالإذاعة والتلفزيون، كما ضبطنا عدد من الأسلحة، عدد 9 سلاح آلي طبنجة، 5 فرد محلي، كميات كبيرة من الطلقات، وكميات من السدير الواقي والأسلحة البيضاء وأدوات الشغل. وما زالت عملية التمشيط جارية حتى الآن، وذلك بعد إخلاء الميدان تماما من المعتصمين. إلا أننا فوجئنا في ذات توقيت فض اعتصام 4 أن صدرت تكليفات لعناصر جماعة الإخوان بمهاجمة المنشآت الشرطية والحكومية والمؤسسات الدينية لإحداث حالة من الفوضى بالبلاد. تصدت لها القوات وحالت دون تفاقم التداعيات، ودافع رجال الشرطة البواسل عن مواقعها. إلا أن بعض العناصر التي كانت بحوزتها أسلحة ثقيلة وآلية تمكنت من اقتحام بعض المنشآت الشرطية بعد مواجهة عنيفة مع قواتها في الدفاع عنها، وقد تم إحباط العديد من تلك المحاولات. وقد أسفرت عمال المواجهة خلال اليوم عن استشهاد عددا من رجال الشرطة الأبطال الذين سيذكر التاريخ بسالتهم وتضحياتهم في الزود عن وطنهم وإرادة شعبهم، وأصيب العدد الآخر. قد بلغ عدد شهداء الشرطة اليوم 43 شهيد، منهم 18 ضابط، 2 منهم برتبة اللواء وعقيدين، دول اللي كانوا في مركز كرداسة أثناء اقتحامه، وللأسف تم استهداف مركز كرداسة بطلقات RPG، وبعد ما تمكنوا وقتل الضباط للأسف مثلوا بجثثهم. وعدد 15 فرد، وعدد 9 مجندين، وموظف مدني بإدارة شرطة نجدة الفيوم، كما أصيب عدد 211، منهم 55 ضابط، 156 فرد ومجند، العديد منهم في حالة حرجة. وقد توفى من العناصر التي كانت متواجدة بالمكان الاعتصامين، بالإضافة إلى جميع أنحاء الجمهورية حسب ما ذكرته وزارة الصحة حتى الآن، 149 مدني. وتمكنوا من اقتحام 21 اسم ومركز، وتعدوا على 7 كنائس في أنحاء الجمهورية، بعضها أتلف والبعض أحرق، كما اقتحموا الدور الأرضي بوزارة المالية وأتلفوا محتوياته، وكذا مجمع محاكم الإسماعيلية، وقاموا بسرقة 14 سيارة نقل أموال تم ضبط إحداها وبداخلها أحد العناصر الإخوانية وبحوزته أسلحة نارية. أبنائي رجال الشرطة، لقد كلفنا الشعب في ثورة 30 يونيو بمهمة وطنية كبيرة، وحملنا المسؤولية أمام الله وأمام التاريخ وأمام الأجيال القادمة، ونحن قادرون عليها بإذن الله
من أجل هذا الشعب العظيم، وأتقدم بكل الشكر لكافة القوات التي شاركت في تلك المواجهات ضباطاً وأفراداً وجنوداً، والذين لم يخذلوا شعبهم ونداء وطنهم، وازدادوا بكل بسالة عن إرادة الشعب وحفاظاً على مقدرات الوطن واستقراره. وإننا إن شاء الله ماضون في رسالتنا بكل عزم وإصرار.